بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا: كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. أولا، هذا الحديث، نعم، كما قال أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي سنده عند الإمام أحمد عبد ربه ابن أبي يزيد، لم يروي عنه سوى قتادة ولم يوثقه أحد، وجهله ابن المديني وقال سفيان بن عيينة كان يبيع الثياب، لكن له شواهد: قدمت الخضاب بالسواد، الحديث له شواهد، ومحقق المسند قالوا حسن لغيره، وقد احتج به الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. وفي قوله إياكم ومحقرات، وأيضا ومحقرات، يعني محقرات، الذي يظهر هذا أضبط بفتح القاف المشددة: إياكم ومحقرات الذنوب. ومحقرات الذنوب، والمراد إياكم واحذروا من الذنوب الصغيرة التي تحتقرونها، التي تحتقرونها. فهذه الذنوب الصغيرة يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. كيف يكون ذلك؟ لأنه إذا بدأ بالصغائر ترقى إلى الكبائر، ومن حال حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وأن يقع فيه، فيكون الهلاك بالكبائر التي وصلت إليها الصغائر، الكبائر التي وصلت إليها الصغائر، أو لأن اعتيادها يؤدي ذلك إلى قلة المبالاة، ومن استحقر الذنب عظم الذنب عند الرب سبحانه وتعالى، أو لأن الإصرار على الصغائر كبيرة. ولهذا يقولون في تعريف العدل: الذي لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، فهو لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر. مثل النبي هذه المحقرات كقوم نزلوا وادي،
وأرادوا أن يصطنعوا لهم طعاما وليس عندهم حطب، فماذا عملوا؟ كل انطلق إلى جهته، فهذا أتى بعود وذا أتى بعود وذا أتى بعود، فاجتمع الحطب الكثير. فلما اجتمع الحطب الكثير أشعلوا نارا ونضجوا طعاما، نضجوا الطعام. فهنا سيئة مع سيئة، صغيرة مع صغيرة، فتصير الآثام كثيرة. لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقر الصغائر فالصغيرة تعود كبيرة. وهنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته الطيبة الخضاب بالسواد، ذكر ما رواه الإمام البخاري من حديث أنس أنه رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني صغيرة، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات، الموبقات المهلكات. ثم ذكر الشيخ حديث سهل: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها أهلكت. نعم، هذا الحديث. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نعم، في حديث سهل بن سعد. قال: ونحوه عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود. هذا حديث ابن مسعود، نعم، هنا سنده صحيح، وذاك حسن لغيره في الشواهد. وعند النساء وابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله عز وجل طالبا. الإنسان ينتبه، ربما يحتقر ذنبا وهذا الذنب يكون سببا لهلاكه، فانتبه، لا تحتقر ذنبا، اترك، ومتى وقعت في ذنب ما فبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. الناس الآن يتساهلون في النظر، يتساهلون في الصور، يتساهلون في الغيبة والنميمة، يتساهلون في اللمز والنبز والشتم، يتساهلون في أكل الحرام، يتساهلون في إسبال الثياب، يتساهلون في حلق اللحى، يتساهلون في أمور كثيرة. فالإنسان ينتبه، الحسنة لها أخوات والسيئة لها أخوات، وكما يقول الإمام ابن القيم: متى صغر الذنب في عينك عظم عند ربك، ومتى كبر في عينك صغر عند ربك سبحانه وتعالى. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، ومن جملة الذنوب التي يحتقرها بعض الناس الخضاب بالسواد، ذكر هذا وبدأ تكلم على هذه المسألة رحمه الله تعالى. قال: وفي الصحيح
أي في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يضرب الجسر على جهنم، يعني على النار، فأكون أول من يجيز، أي على الصراط، ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وبها كلاليب مثل شوك مثل شوك السعدان، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم أو فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وهذا حديث يعني من أحاديث الخوف، وكلنا سيعبر على الصراط ولا ندري ما هي أحوالنا، من الناجي ومن المخطوف بالكلاليب، ومن الذي يمشي بضيائه، ومن الذي يظلم عليه هذا الصراط يسقط ويعود وربما يهوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لكن يعني لا يخلدون وهم تحت المشيئة إن شاء، لهذا هنا: فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة. نعم، وقل: يخرج الله الكريم بفضله من النار أجسادا على الفحم تطرح. نعم، هؤلاء يعذبون على قدر أعمالهم ثم يخرجون من النار. حديث الشفاعة صحيح، وأورده الشيخ في الشفاعة رحمه الله.